الفنان يحاول من خلال هذا الإبداع أن يغذي بصر بصر الإنسان وإحساس الإنسان وروح الإنسان بجمالية اللون. أنتم في ضيافة معمل أو مرسم الفنان التشكيلي مصطفى غدجاتي مدينة سطيف، في هذا المكان اللي نقضي فيه تقريبا معظم الوقت في البحث وفي في الرسم وفي في الإبداع. الريشة هي كما الصديق الوفي تحافظ عليه،